محدثاتها وكل محدثة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة وهم كبير، ومع كونها وهما كبيرا فهي جد متصل. سبحان الله، ما أكثر ما يخط بلوح القدر من هذه الأحرف التي يخلقها الله رب العالمين ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو على كل شيء قدير. الحياة وهم كبير وجد متصل، حتى فيما يتنافس فيه المتنافسون من معالي الأخلاق ورائع الشيم. وهل أعلى من العلم وأجل؟ وكم من عالم عالم أفنى الحياة كلها بطولها وعرضها، جادا مجدا محصلا مكبا، يخشى الله جلت قدرته ويؤمل الفوز والنجاة في آخرته، وبلغ في العلم شأوى وتسنم فيه ذروة ونزل فيه موضعا، ثم جاء قدر ربك فصار سطرا في كتاب. وما أكثر الكتب، كتب أهل الإسلام، حفظها الله رب العالمين على أمة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أكثر كتب التراجم. فانظروا فيها وفي السير فتجد ترجمة لعالم يقال فيه، وإمام حافظ، وعالم جهبذ، وهو مقدم الشافعية في زمانه، أو رئيس الحنابلة في أوانه، أو هو مفتي الفرق، ومن تشد إليه الرحال طلبا للعلم ومكثا بين يديه وتحصيلا وقراءة للعلم عليه، ثم لا يزيد الزائد على ذلك ويصير سطرا في كتاب. ولكي يقال في الواحد منهم في ذلك الزمان المبارك لا في مثل هذا الزمان المنكود بأهله، كان مقدم الشافعية أو رئيس الحنابلة أو قاضي قضاة المالكية أو هو رأس الحنفية إلى غير ذلك مما كان ينعت به أهل العلم في ذلك الزمان المبارك لكي يقال في الواحد منهم ذلك، فلا بد أن يحصل من المنقول والمعقول ما لا يتصور عند الضعفاء من أمثالنا تحصيله، بل لا يتصور عند الضعفاء الجهلاء من أمثالنا تعديده وترديده، من فتح عظيم فتح به الله رب العالمين على قلوب أولئك ثم صاروا إلى الله جلت قدرته وصاروا في الدنيا سطرا في كتاب. وبعضهم أفضى إلى الله رب العالمين ثم لم يخلف ذكرى، ولكن هل فني شيء من ذلك؟ كلا والله، إن الله جلت قدرته يعامل الخلق على حسب نياتهم، والله رب العالمين ينظر إلى قلوب الخلق ولا ينظر إلى ظواهرهم وأحوالهم. الله رب العالمين يفتش في قلوب خلقه
عن التقوى المرجوة. الله رب العالمين يريد الإخلاص من خلقه، فإن وجد فهي بضاعتنا ردت إلينا، وإن لم يكن فهي بضاعة مزجات مردودة على الآتي بها، يا حسرة على العباد. الله رب العالمين بحكمته خلق الخلق لعبادته، وجعل رأس العبادة إخلاص النية في العبادة لله وحده. وانظر كم من قادم على البيت الحرام، وكم من شارب من ماء زمزم زادها الله بركة ورفعة، يرجو بنية لا يعلم إلا الله رب العالمين صلاحها من طلاحها، يرجو بنية لا يعلم إلا الله أخالصة هي أم مدخولة، يرجو شيئا بنية ينويها فيعطى أو لا يعطى، والله من وراء القصد وهو على كل شيء قدير. فمن نازل بيت الله الحرام يأمه قاصدا، ويذهب إليه عامدا، ويحصل المال والجهد من أجل أن يكحل العين بمرأى البيت العتيق، ومن أجل أن يستنشي عبق الذكرى بتلك الأيام والسنين المتطاولات في ذلك التاريخ الممتد، تاريخ التوحيد. وكم من ناو نية خير أن يصيب قدمه موضع قدم نبيه صلى الله عليه وسلم، أو قدم نبي من الأنبياء، وطأ تلك الأرض بقدمه وكلهم حج البيت واعتمر. كم من ناو والله من وراء القصد، وكم من شارب من ماء زمزم يلحظ الحديث الذي ثبت، الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه البيهقي في السنن، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث أيضا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو من إسناد آخر، والحديث تكلم فيه من تكلم من أهل العلم، فمنهم من صححه ومنهم من رماه بالوضع، ومنهم من توسط فقال إنه حديث حسن، لأن الحديث مداره على عبد الله بن المؤمل، وفيه مقال عند أهل العلم، فمن أجل ذلك لحقه ما لحقه من التضعيف في هذا الإسناد. ولكن لما ذهب عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه ورحمته إلى الحج فشرب من ماء زمزم، قال قبل أن يجرع منه ويقرع: اللهم إنه قد حدثني ابن أبي الموالي عن جابر بن عبد الله عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه اليوم لعطش يوم القيامة. فجاء الحديث من هذا الطريق ثابتا، وأبدلنا الله رب العالمين بالذي فيه المقال هذا الذي لا مقال فيه، وصححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني منها، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير صحيحا. ماء زمزم لما شرب له، كم من شارب من ماء زمزم ينوي نية لا يعطاها،
وكم من شارب من ماء زمزم بنية صالحة فيعطاها. لما أذن الله رب العالمين أن يذهب إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بهاجر بأم إسماعيل وإسماعيل إلى البيت الحرام، ولا بيت هنالك في ذلك الزمان، ولكن أعلم الله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بما يقول. يقول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري بإسناده عن ابن عباس رضوان الله عليهما، لما جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وإسماعيل فجعلهما عند البيت الحرام على راضية هناك، ولا بيت هناك، وكان مع أم إسماعيل جراب من تمر وقربة من ماء. ثم ذهب إبراهيم وترك المرأة ضعيفة مع رضيعها، كما أخبر الله رب العالمين في القرآن المجيد: بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وانطلق إبراهيم عليه السلام. وأما المرأة ففي هذا القفر الموحش وفي هذه البيداء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، والتي سموم هواؤها، والتي لظن رمالها في هذه الصحراء، تمضي وراء إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى السلام، فتقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لا يلتفت إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مرات تعددها، مرات ترددها، مرات تقولها فيسمعها ولا يلتفت إليها: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا القفر الموحش، في هذه البيداء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، هي أقصر من كتف اللئيم، لمن تتركنا؟ لا يلتفت، هي تعلم مدخل قلبه. فقالت: يا إبراهيم الله أمرت بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن انظر راشدا فإنه لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا ما دام الله قد أمرك بهذا وهو الحكيم العليم اللطيف الخبير، فلن يأمرك الله رب العالمين ولم يأمرك الله رب العالمين إلا بالخير لنا ولك وللبشرية في قادم أيامها. قالت: إذن لا يضيعنا. وعادت المرأة، ومضى إبراهيم عند الثنية، وقف عند الحجون، وقف والتفت ميمما بوجهه شطر البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم مضى راشدا عليه الصلاة وأزكى السلام. وأما المرأة متوكلة هي، نعم، قالت: إذن ما دام الله هو الذي أمر فلن يضيع، امضي راشدا، الله خير حافظا، الله أكرم جوارا، الله أحن حنانا، الله أكرم كرما، إذن لن يضيعنا. وأما هي فأخذت تشرب من الماء حتى نفد ماؤها، تأكل من التمر حتى نفد تمرها، الجواب خاو والسقاء خاو، لا تمر هنالك ولا ماء،
وإنها لا تخشى اليوم لا تخشى الآن على نفسها، ولكن هذا الذي يتلبط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحيلة معه؟ أيموت عطشا؟ أيموت جوعا؟ أتموت كمدا ثم يموت هو تبع ما تصنع به؟ وأما هي فقامت كما أمر الله جل وعلا أم عيسى، كما أمر الله رب العالمين مريم، هزي إليك بجذع النخلة. وهي نفساء تعاني ما تعاني من هم الباطن وتعب الظاهر، تتمنى الموت ولا تطوله، ومع ذلك يأمرها الله رب العالمين وهو القادر صاحب القوى والقدر أن تهز إليها بجذع النخلة. في حالتها هذه ولو كانت فتية عفية فهزت جذع النخلة ما صنعت شيئا، ولو أن جملة من الرجال الأشداء تواطروا على هز جذع نخلة فما يصنعون. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أما هذه أم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فنظرت فوجدت أقرب جبل إليها الصفا، تريد أن تستشرف شيئا، أن ترى على البعد، أن تكون كاشفة ببصرها إلى بعيد، لعل الله أن يأذن بوجدان ماء ولو بقطرات منه، من أجل هذا الذي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلبط. فلما صعدت الصفا نظرت فلم تر شيئا، فنزلت فلما كانت بالوادي عدت هرولت، ثم صعدت المروة فنظرت فلم تر شيئا فنزلت، فلما كانت بالوادي بين الجبلين هرولت رملت، كما يفعل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك يسعى الناس بينهما. فأما في السابعة من بعد سبعة أصوات فسمعت حسا، فقالت صح، تسكت نفسها تصمت نفسها، فقالت صح صحن صح صحن، تقول صح، ما هذا؟ أسمع صوتا ولا مخلوقها هنا؟ أسمع حسا ولا إنسيها هنا؟ ما هذا؟ لعل الفرج قد جاء. فقالت قد أسمعت فأغف إن كان عندك غياب. ثم نزلت وقلبها كمد مضطرب وجل على رضيعها الذي تركته هنالك عند البئر، ولا بئر هنالك، فوجدت الملك فهمز الأرض بجناحه، أو قال بعقبه، رواية في الصحيح بعقبه بمؤخر القدم، أو قال بجناحه، فانفجرت زمزم. فلما انفجرت أخذت تضع الماء في سقائها، وكلما أخذت منه شيئا خرج غيره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو أنها تركت زمزم، يعني على حالها عندما همزها الملك بعقبه أو بجناحه فانفجرت من الأرض ببركة الله رب العالمين، لكانت عينا معينا، لكانت ماء جاريا يسيل على الأرض، ولكن قدر الله رب العالمين وما شاء فعل. الحاصل أن أم إسماعيل عليه السلام كانت تشرب من ماء زمزم لأنه لا طعام هناك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لمباركة، إنها طعام طعم، وفي غير رواية مسلم: وشفاء سقم. إنها أي زمزم الطهور ماؤها، المبارك شربها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها طعام طعم،
يعني تكفي صاحبها، تكفي شاربها الطعام، تكفي شاربها الشراب من سواها من دونها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها طعام طعم. وفي غير رواية مسلم رحمه الله: وشفاء سقم، يعني وشفاء مرض. وأما أبو ذر رضوان الله عليه فإنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء وأنيس وأمهما، ثم نزل مكة رضوان الله عليه وهو يقول لعبد الله بن عبادة كما في صحيح مسلم: لقد صليت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أعوام. فقال: وأين كنت توجه، يعني أين كنت تتوجه بوجهك عند الصلاة؟ يقول: كنت أوجه وجهي حيث شاء ربي. فلما نزل مكة وأرسل أنيسا يستطلع الخبر وكان شاعرا، جاء فأخبره بما يقول الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يشك له عليلا ولم يروي له غليلا ولم ينقع له غلة ولم يبرئ له علة، فقال: ما صنعت شيئا، سأنزل أنا لأستطلع الخبر. ونزل، وفي الرواية طول، وحاصل الشاهد والحديث كله شاهد أنه لما نزل ظل 30 ما بين يوم وليلة يتوارى بأستار الكعبة حتى لا يراه المشركون، لأنه غريب ما يصنع هاهنا، لابد أن قد جاء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يتوارى خلف أستار الكعبة يقول: ما لي من طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم هو يوم اللقيا، هو اليوم الذي اكتحلت فيه عيناه بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب قال: فنظرت فتضعفت منهم رجلا، يعني وقعت على رجل ضعيف في ظاهره، والضعيف في الغالب مأمون العاقبة. هكذا فكر وهكذا قدر وهكذا يفكر ويقدر البشر، وتقدرون فتضحك الأقدار. قال: فتضعفت منهم رجلا فملت عليه فقلت: أين ذلك الرجل الذي تدعونه الصادق، يعني محمدا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تظن الضعيف قائلا؟ قال الرجل وقد أخذ بيد أبي ذر رضوان الله عليه: الصابئة، هكذا على النصب على الإغراء يغريهم به، الصابئة. قال: فأحنى علي القوم بكل مدارة وعظم حتى أغشي عليه، فما ارتفعت حين ارتفعت إلا وأنا كالنصب الأحمر. والنصب واحد الأنصاب، وهي الحجارة كانت عند الكعبة يذبحون عندها تقربا لآلهتهم، فكانت دماء الضحايا والقرابين تسيل على تلك الأنصاب، فإذا هي حمراء دماء محبة في مرء النظر. يقول: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فذهبت إلى زمزم فاغتسلت وشربت منها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك كما في رواية مسلم عليه الرحمة في ليلة إضحيانا، يعني كان البدر فيها في تمه، وقد كما يقول أبو ذر رضوان الله عليه: ألقى الله النوم على مسامعهم وأخذ بأصماخهم، أخذ بأصماخهم يعني بآذانهم بأسماعهم، فأخذ الله رب العالمين عنه الأعين وضرب عليهم النوم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو بكر، فلما مثل أبو ذر بين يديه
سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ كم؟ منذ كم من الأيام والليالي وأنت ها هنا؟ قال منذ 30 ما بين يوم وليلة. قال ومن كان يطعمك؟ قال والله إنه ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم، وما أجد على كبدي مسحة من جوع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لمباركة، إنها طعام طعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لمباركة، إنها لطعام طعم. وفي غير رواية مسلم عليه الرحمة وشفاء سقم. فما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وأخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن أبي الفضل بن خيرون، وهو من أصحاب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه الرحمة. وما من صاحب حديث، ما من محدث ولا طالب علم الحديث النبوي الشريف إلا وللخطيب في عنقه منه رحمة الله عليه، لكثرة تصانيفه وجودة تحريراته ودقة تنقيباته وكثرة مؤلفاته رحمة الله عليه. الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي كان له سمي في عصره، وكان مقدما عند الصوفية في ذلك الزمان. هو أحمد بن علي بن الحسين الطريفي رحمة الله عليه، وهو أيضا من رجال الحديث من رواته، ولكن لم يكن في الحديث بذاك، وإنما دخل عليه ما دخل، مع أنه عند كثير من أهل العلم مجمع على ضعفه. دخل عليه ما دخل أنه لما كبر عمي رحمة الله عليه، ثم نقل لما أحسن الظن في قارئه والتالي عليه، فدخل عليه ما دخل فاستضعفوه. وأما هو فكان صالحا رحمة الله عليه. الطريفي الإمام رحمة الله عليه كان له مع الخطيب البغدادي واقعة بعد ممات الخطيب رحمة الله عليه. يقول ابن خيرون سمعت الخطيب البغدادي يقول لما كنت في الحج شربت من ماء زمزم 3 مرات بنية قضاء 3 حاجات، فأما الأولى فأن أحدث في بغداد بتاريخها، يعني أن يحدث بتاريخ بغداد الذي كتبه هو وصنفه وجمعه رحمة الله عليه. قال وأن أملي الحديث في جامع المنصور، وهو جامع الخليفة لا يصل إليه إلا الواحد من بعد الواحد. قال وأما الثالثة التي شرب من زمزم بنية أن يحصلها بفضل ربه جل وعلا، قال أن أدفن بجوار قبر بشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه. فلما عاد إلى بغداد رحمه الله حدث في جامعها الأكبر بتاريخ بغداد، فأتاه الله رب العالمين أولى الحاجات. وأما الثانية فإنه وقع إليه جزء عند المحدثين له معناه مما اشتمل على أحاديث لرجل واحد في موضوع واحد أو في مجلس واحد أو غير ذلك على اصطلاحاته. وقع إليه جزء حديثي عن القائم بالله، وكان الخليفة في عصر الخطيب رحمة الله عليه، فأخذ الخطيب الجزء ثم وصل إلى باب الخليفة يستأذن في قراءة الجزء على الخليفة حتى يعلو إسناده ويكون محدثا بالأحاديث التي في الجزء عمن قد أملاها وهو الخليفة عينه، وعمن قد خطها وهو الخليفة نفسه. فقال الخليفة لمن حوله هذا رجل كبير في الحديث،
وهو لا يحتاج إلى مثلي لكي يقرأ عليه الحديث، فلا بد أنه أراد أن يتوسل بهذا الأمر إلى مقصود يريده، فسألوه فقال حاجتي أن يأذن للخليفة بأن أملي الحديث في جامع المنصور. فدعا القائم في ذلك الزمان، دعا القائم القائم في ذلك الزمان يعني رئيس شرطته، دعاه وأخبره بنفسه الإذن للخطيب بالتحديث والإملاء في جامع المنصور. وبقيت الثالثة، لما مات الخطيب رحمة الله عليه وكان لا عقب له، فاستأذن الخليفة بأن يتصدق بجميع ماله وأن يجعل كتبه وما كان عنده وقفا لله رب العالمين، لأنه إذا ما مات ولا عقب فكل ذلك مردود إلى بيت المال. فأذن له الخليفة في ذلك، ففرق ووزع ووقف رحمة الله عليه. فلما مات رحمة الله عليه أرادوا أن يفتنوه بجوار قبر بشر بن الحارث الحافي عليه الرحمة، فوجدوا قبرا محفورا هو للطريثيثي الذي مر آنفا، وكان قد حفره من سنين، يذهب إليه في كل أسبوع مرة، يرقد فيه ويختم فيه القرآن. فلما مات الخطيب استأذنوه وقالوا هذا الرجل العالم كان قد أوصى بأن يدفن في هذا الموضع، فقال لا، قبر حفرته لنفسي لا آذن به لأحد أبدا. وما زال على ذلك يدافعونه فلا يدفع، ويحاولون معه فلا يستجيب، حتى استدعاه شيخه أبو سعد رحمة الله عليه فقال له أنا لا أمرك بأن تتنازل عن القبر للخطيب عليه الرحمة، وإنما أسألك سؤالا، لو أن بشرا كان حيا ودخلت أنت والخطيب عليه، من الذي كان يجلس بجانبه، أنت أم الخطيب؟ قال بل الخطيب هو الذي كان يجلس إلى جانب بشر لعلو كعب الخطيب في العلم والعمل رحمة الله عليه. قال فكذلك يكون الشأن من بعد الممات، فطابت نفسه بذلك فدفن بجوار قبر بشر رحمة الله عليهما. وأما ابن القيم عليه الرحمة فيقول في الزاد لقد جربت الاستشفاء بماء زمزم في أمراض كثيرة لأني جاورت سنين عديدة، يعني بمكة ولا طبيب هناك إلا الله جل وعلا، وهذا دواؤه، فهذا شفاء سقم وهذا طعام طعم. يقول فكنت أجد العجب العاجب مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مر الكلام عليه، ماء زمزم لما شرب له. يقول وكنت أحيانا أظل عليه الأيام والليالي ذوات العدد لا أطعم شيئا دونه ولا أشرب شيئا سواه ولا أجد بنفسي مس الجوع أبدا. قال وحدثني بعض من لبث عليه 40 ما بين يوم وليلة وهو لا يطعم شيئا دونه ولا يشرب شيئا سواه، وعنده فضل قوة مع ذلك، يطوف بالبيت ما شاء الله رب العالمين أن يطوف. قال الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه بالزاد تبعا، قال وأخبرني أي ذلك الذي قال إنه يجد من القوة ما يجد بعد 40، وليس من شيء يدخل جوفه مما يقوم به ذو كبد رطبة إلا ما يكون من ماء زمزم، ويجد القوة وفضلها وزيادتها لكي يتعبد على الوجه ولكي يمارس أمور الحياة كما ينبغي، وهو يطوف حول البيت 7 من بعد 7. يقول وأخبرني هذا الذي أخبرني أنه كان يجد أيضا فضل القوة يجامع أهله مع ذلك، فلا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إني لما نزلت مكة حاجا شربت من ماء زمزم بنية أن يبلغني الله رب العالمين في الحفظ في العلم مقام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. قال: ثم ها أنا أعود إلى مكة بعد 20 عاما وإني لأجد في نفسي فضل زيادة وفضل قوة. كأنه يقول: إني جاوزت مقام الحافظ الذهبي رحمة الله على جميع علمائنا الصالحين العاملين العالمين المخلصين المخبتين. كم من قاصد مكة بزمزمها، وكم من شارب منها وطاعم منها، فهي طعام طعم كما قال الرسول. كم من شارب منها ومغترف، وكم من متضلع منها وراو، وكم من آخذ منها وناهل، ثم لا يحصل شيئا، وإنما يعود بكفين صفرا ولا شيء هنالك، لأنه لا نية هنالك. فاللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. عباد الله، إن في كل دين محجا يحج إليه أهل ذلك الدين، وليس عند أهل الأديان سوانا. هذه العبادة العظيمة التي اختصنا الله رب العالمين بها، وهي الطواف. وكان العلماء من قبل ينظرون إلى الطواف نظرة مجردة، لأنه لا يتعذر على الناظر في دين الله رب العالمين المتلمس لوجه الحكمة في العبادات أن يستجلي وجه الحكمة في الاتجاه من الأمة جميعها إلى قبلة واحدة، فهذا أمر وجه الحكمة فيه ظاهر. وأما الطواف فما وجه الحكمة فيه؟ فكانوا يقولون عليهم الرحمة: هذا أمر تعبدي محض، أمر تعبدي محض، ليس هنالك من وجه للحكمة منه يبين. وعلينا أن نأخذ ذلك كما ورد وكما أمر الله رب العالمين من غير تعنت ولا فحص ولا بحث. ولكن العلم في هذا الزمان قد دلنا على وجه واحد لطيف من وجوه الحكمة العلوية في فرض هذا الطواف الشريف. الله رب العالمين أرادنا جميعا في بقاع الأرض، أراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صلتها وهي تقف على جزء من الدوائر التي تنزاح حول بيت الله رب العالمين الحرام، وكل له نصف قطر يمتد من قدميه إلى بيت الله رب العالمين. نقف جميعا صفوفا بدوائرنا، وكل منا على جزء من محيط دائرة مركزها هنالك. والله رب العالمين يريدنا في الحياة أن نكون عاملين جادين لا لاعبين ولا هاسدين. وكلما قصر نصف القطر في دائرته حتى يرى المرء منا الكعبة المشرفة جاءت الجاذبية العظمى. وأما الجاذبية التي تكون هاهنا فهي على قدر ما وقر في كل قلب، ومعلوم أن حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، كما قال الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. والأمر كذلك برحمة الله، فأنت تتجه إلى بيت الله رب العالمين تأخذك جاذبية البيت بفضل الله جل وعلا، حتى إذا ما وصلت هنالك وصار الأمر رأي عين دخلت في منظومة الطواف، لأن الكون كله طائف ما بين طائف ومطوف به. والله رب العالمين جعل الكون كله علويه وسفليه طائفا ومطوفا به، من الذرة إلى المجرة،
تنظر إلى المجموعة الشمسية فتجد كل كوكب من كواكبها يدور في مدار يطوف فيه حول المركز حول الشمس، وأيضا تلك الأقمار في مداراتها حول الأرض وحول المشترى وحول الكواكب في مجموعتنا، كل قمر وكل قمير دائر في كلته طائف بمطوف به، ودائما يكون الطائف أقل من المطوف به، ويكون طائف به طائف طائف قليل بمطوف به جليل، وكذلك يكون الشأن من الشمس مع ما هو أعظم منها، بل إن الفلك الحديث قد قرر أن الكون كله يدور يطوف حول محور غير منظور، يدور حول محور المحاور الجامعات كلها، لأن كل ذلك يدور حول محور، والكل يعود إلى محور واحد كما تدور العجلة حول محورها، فالكون علويه بأجرامه بنجومه وكواكبه بسياراته وما فيه، الكون كله بين طائف ومطوف به، فإذا نزلت إلى الذرة وجدت مطوفا به جليلا، وهو يكون دائما واحدا في غالب الأمر، لأن النواة واحدة بشحناتها الموجبة، وأما الشحنات السالبة في كهيرباتها فتدور تلك الشحنات حول تلك النواة أيضا طائفة بمطوف به، طائف قليل بمطوف به جليل، فالكون كله من أول الذرة التي لا تحوي إلا كهيربا واحدة وهي ذرة الأيدروجين إلى أعلى تلك الذرات فيما قد تخطى 70 من تلك الكهيربات بشحناتها، كل ذلك لا يعدو أن يكون طائفا ومطوفا به، فالكون كله علويه وسفليه ما بين طائف ومطوف به، وأنت بذرات جسدك أنت ما بين طائف ومطوف به، فالكون الطائف العابد لله الذي لا يعصي فيه رب الأرض والسماوات العلا إلا الإنس والجان إلا الثقلان، هذا الكون جعل الله رب العالمين فيه مطوفا به واحدا، وهو الكعبة المشرفة، فإذا ما وصلت هنالك دخلت في منظومة الكون العابد وعقدتك جاذبية البعيد، فصرت طائفا حول مطوف به جليل، كأنما تقول خرجت من اختياري وخرجت من إرادتي وجئت أضع رحالي وأجعل ترحالي منتهيا على عتبات باب رحماتك وأنت أرحم الراحمين، وعندئذ يدين وجه يسير من وجوه الحكمة المتكاثرة في هذه العبادة الجليلة الباهرة، فاللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، فلست أدري ولعلك تدري بما يحمل الحج في تضاعيفه معنى الموت ظاهرا وباطنا، من أول يوم يشرع فيه المرء بنيته في عقدها على حج بيت ربها، تأتي ظلال الموت نفقة حلال، فلعلك لا تعود، إرضاء الخصوم لعلك لا تعود، لوبال الخلافات
تحت شمس التسامح، ذوبان الجليد ما بين الجزر العائمات، بل السفن الطافيات التي حبستها الجلود، حبسها الجليد وحبستها الثلوج، حبستها الثلوج وضيق عليها الخناق الجليد. شمس التسامح بأشعاتها تذيب الجلود، تذيب الجليد وتنعش الجلود. يأتي التسامح لعلك لا تعود، استرضاء الخصوم، العودة إلى النبع، إلى النبع الصافي الرقراق المتألق النمير. فانهل منه ما شئت، صل الأرحام واعطف على الأيتام واصنع الخير وأخلص النية لعلك لا تعود. أطب المطعم، أطب الزاد، أطب النفقة فلعلك لا تعود. فينقلب سفر الطاعة سفر معصية لعلك لا تعود. ثم إلى بائع الأكفان تمضي، فتأتي بكفن لطيف من إزار ورداء، كفن كفن لا تزيد. ويأتي التجرد من اللحظة الأولى، واخرج، اخرج من أهلك، من مألوف عاداتك، من عظيم سلطانك، من جميع مواضعاتك، اخرج من الفراش الوثير، اخرج من الظل الظليل، اخرج الى قطعة من العذاب، والسفر قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمضي الى بائع الأكفان وقد عقد النية ليأتي بثياب الإحرام ولا مخيط، ويأتي التضييق شيئا من بعد شيء ليخرج المرء من مألوف عاداته إلى قيد الشرع الرحيم. وهل رأيت قيدا رحيبا قط؟ في الشرع الرحيم قيد رحيم، في الشرع الرحيم حرية العبودية، في الشرع الرحيم حرية العبودية. لا تجد الحرية في عبودية إلا في الشرع الرحيم. نعم، كل من خاف من أحد فر منه، إلا من خاف الله فر إليه. ففروا إلى الله، وكل من خاف من شيء فر منه، إلا الله، من خاف الله فر إليه لا منه. إلى بائع الأكفان تمضي بخطى ثابتات واثقات في الغد المأمون. يبتاع المرء أكفانه، أكفان محض. نعم، ثم يتجرد الرجل من الجميع، من جميع ثيابه، ثم عليه أن يستحد، ثم عليه أن يتنظف، ثم عليه أن يغتسل، كأنها غسل الخروج من الخروج. عليه أن يغتسل، ثم بعد ذلك يطوي عليه أكفانه. أليس كذلك الأموات وبهم يصنعون؟ لست أدري ولعلك تدري لما يأتي عند ذكر الحج أطياف الموت الحديث، موت الطاعة وعليها، موت الطاعة وإليها. لست أدري ولعلك تدري لما يأتي في الظلال للكئيبات، وإنما الرحيبات ظل الموت الحبيب. عند ذكر الحج يأتي، عند ذكر الحج يأتي كأنهما لازم وملزوم، علة ومعلول، والله رب العالمين هو العليم الحكيم. ثم يحرم المرء وقد دخل في قيد أولا، يحرم حيث ما شاء الله أن يحرمه، وعندئذ فلتكن حذرا، ولتضع الجوارح كلها والقلب من قبل في قيد الشرع الرحيم. فحذار أن تنزع شعرة من موضعها، وحذار أن تعبث وأن تحك بظفرك جلدك فتكون سببا في نزع شيء من موضعه، وحذاري ثم حذاري أن يغيب عنك ظلال الدين الحبيب.
حذاري ثم حذاري أن تقضم وكنت كذلك على عادتك في أحوالك، وإذا ما جاء قلقك ميراث طفولة حبيبة حبيبة بالظل الشتيت، وكنت قبل تقضم أظفارك عند القلق يعتمر بين الجوانح كاللبى كاللهيب. ولكن فلتخرج من مألوف العادات التي طالما حاولت أن تتغلب عليها، فكان المرء فيها خائبا لا يجيب ولا يستجيب. ولكن ها هنا خروج من مألوف النفس إلى قيد الشرع الرحيم. ثم حذاري ثم حذاري أن تخرج عن إطار السلام بالسلام الحبيب. نعم، حذاري أن تقتل شيئا ولو يسيرا، حذاري أن تصنع شيئا تراه صغيرا وهو عند الله كبير. وهذا السلام يعمك بأقطاره، وها أنت ذا لا تجد موضعا لأموالك ولا تجد موضعا لحاجياتك في ثيابك، وكنت قبل تجعلها بين الجلد واللحم، وربما كانت قبل ذلك فيما هو أدنى من ذلك تغيب. وأما هاهنا فتخرج مجردا ثم تذهب هنالك في ذلك السلام، السلام في المكان، إلى السلام في المكان. وحذاري ثم حذاري أن يطول أحدا منك بحال قط شيئا مما يؤدي، لأنه يجرح الضمير، وأنت تعلم أن إسالة الدماء على المحرم حرام كما هو معلوم. فأنت تصيد الآن صيدا محرما، لو خرجت كلمة بسهم لسانه صائبة أو غير صائبة، مصمية أو خادشة، فأسالت دماء الضمير وجرحت مسلما بغير حق. ولا يجرح مسلم بلسان بحق أبدا. وعند ذلك تكون قد خرجت عن الإطار في مهوى بعيد. فحذاري ثم حذاري أن تكون على غير ذكر من هذا الأمر الذي عقد عليه القلب، كأنما تجردت. ويا لله كيف يصنعها؟ يصنعها الدين، المرء لا يستطيعها أبدا، والفلسفات لا تصل إليها بحال، وقمامة الأفكار فجبالاتها لا يمكن بحال أبدا أن تصل إلى شيء من هذا التصور أبدا. وهو ليس تصورا، وإنما هو دين الله رب العالمين. الله رب العالمين ينتشلك، يخرجك من جميع مألوفاتك، من عاداتك، من دنياك، من أهلك، من آمالك، من رجائك، من حاجياتك، يخرجك الله رب العالمين تماما كما تستل الشعرة من العجين إن كان ما كانت فيه الشعرة طاهرة، وإلا فتستل الشعرة تخرج هينة كالقطرة من في السقاء. ثم يأخذك الله رب العالمين على المحك، يجعلك الله رب العالمين قائما على المحك، لا نغوة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. وكان قبل جدلا مجادلا يكاد ينصدع، بل ينصدع الصخر من جداله. حذاري ثم حذاري، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا لغو، وإنما هو النشيد الحديث لبيك اللهم لبيك، تجيب بتلك الإجابة الأولى عندما أمر الله رب العالمين إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم ماشين، لا رجالا بضب نساء، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي على كل ضامر تأتي تلك الضوامر، تلك النوق وتلك الأفراس الضالرات، يأتين من كل فج عميق. تعود أنصاف الأقطار إلى المركز
ويخرج الممثلون للشرع الأغر من كل محلة، من كل مكان، من كل شارع، من كل نجع، من كل قرية، من كل مدينة، من كل قطر، من الأرض كلها، كأنها قبضة الطين التي خلق منها آدم، فأحمر وأبيض وأصفر وأسود وما بين ذلك، ولغات متبلدلات بين ذلك وذلك، وطول وقصر متردد ما بين ذلك، وضخامة ونحافة وما بين ذلك، وكبير وصغير وما بين ذلك، وجليل وحقير وما بين ذلك، وغني وفقير وما بين ذلك، ورئيس ومرؤوس وما بين ذلك. جميع أنصاف الأقطار تختتل إلى المركز الأول، إلى بيت الله رب العالمين، ثم يخرجهم الله رب العالمين من قيد إلى قيد إلى القيد الأجل، فيجمعهم زمانا في صعيد، فلتنظر الحشرة، فلتنظر النشرة، فلتنظر المعاد، فلتنظر القيام بين يدي رب العالمين وأنت قائم. ولولا المساءة لأمرت ولا يكون أن تكون متجردا كأهل الحشر، ولكن لا حشر هاهنا، ولكن عليك أكفارك كأنما خرجت من قبرك من رمسك، كأنما قمت من لحدك، كأنما قد نشرت فانصدعت عنك الأرض، تقف بين يدي الله رب العالمين. ويا للجلال الشفيف، ويا لشفافية الجلال العظيم، ويقف المرء في عشية عرفات يدعو رب الأرض والسماوات، وإنه ليبنو كما قال سيد الكائنات، يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء، إلى الأموات وهم أحياء، إلى الذين ماتت على مذبح القرب رغائبهم، الذين قربوا على مذبح القرب حوائجهم، الذين طلقوا الآمال، والذين عادوا إليه، كما يقول عبد الله بن المبارك: إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه اليوم لظمأ يوم القيامة، لا رغبة للدنيا ولا فيها ولا إليها، ولكن أشربه لظمأ يوم القيامة، لكي أشرب من يد المختار عند حوض بيده الشريفة شربة هنيئة لا أظمأ من بعدها أبدا. يبدو الجبار عز وجل في عشية عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء، شعثة رؤوسهم، مغمرة أبدانهم، قد تلبدت عليها حجم الغبار مع مبذول العرق بالدمع لله رب العالمين، كما كان الواحد منهم يبكي فيأخذ دموعه يمسح بها ما استقبل من جلد، يقول: بلغني أن النار لا تمس جلدا مسه الماء المبارك، ماء الدموع، وإن قطرة واحدة من الدمع لتطفئ بحارا من النيران بفضل الله رب العالمين. لست أدري ولعلك تدري لما يأتي الموت بظلاله عند ذكر الحج، عند ذكر هذا الأمر الجليل العظيم، لعلك لا تعود. وأما إذا ما كانت السعادة فمت هنالك، فدفنت في تلك البقاع المقدسات، فإنك تحشر لأنك قد دفنت من غير شيء إلا بثياب إحرامك مكشوف الوجه، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبعث يوم القيامة في المحشر تقول: لبيك اللهم لبيك، الناس بأنفسهم مشغولون وأنت بالعزيز الحليم مشغول، الناس مشغولون في الموقف بأنفسهم، الذي يشغل بعرقه، والذي يشغل بعرق كبده، والذي يشغل بتعبه ونصبه.
هذا فيبعث ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين. يا أكرم الأكرمين لا تردنا قائلين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم صن ديار المسلمين. صن ديار المسلمين. صن أوطان المسلمين. عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم يا من أهلكت أبرهة وجنده أهلكه وجنده. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بإنبازك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجي من مكرهم المسلمين. نجي من كيدهم المسلمين. اللهم صن عواصم المسلمين. صن ديار المسلمين. احفظ أوطان المسلمين. احفظ أوطان المسلمين. احقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. استر عورات المسلمين. آمن روعات المسلمين. آمن روعات المسلمين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت رجاؤنا. لا نهلك أنت رجاؤنا. لا نهلك أنت رجاؤنا. إن رددتنا فمن يقبلنا. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. هب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين منا للمحسنين. وآت محسننا سبله يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.